الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صدق الله العلي العظيم. ينقل أن ابن سينا كان يقول: لا تمدح زوجتك قبل مرور 7 سنوات على زواجك بها، فربما تمدحها ثم ينكشف لك أنها لا تستحق المادح. هذه الكلمة ربما يكون ظاهرها أنها ذم للمرأة، ولعله ابن سينا أيضا كان يقصد ذم المرأة، ولكن أنا أقرأ هذه الكلمة من زاوية ثانية، أن الرجل والمرأة يحتاجان إلى سنوات لكي يتعرف كل منهما على طبائع الطرف الآخر. أن يتعرف كل منهما على مفتاح الطرف الآخر. نعم، تحتاج أنت كرجل إلى 7 سنوات بل أكثر،
إلى 10 سنوات لعله، لكي تعرف محاسن زوجتك أو مساوئ زوجتك. القضية ليست في هذا الجانب الذي ينقل عن ابن سينا، لا، القضية في الطرف الآخر أيضا صحيح. يعني ماذا؟ يعني يلزم أن يقال لا تذم زوجتك قبل مرور 7 سنوات على زواجك منها، فربما تذمها ثم ينكشف لك أنها لا تستحق هذا الذم، هذا أيضا صحيح. في جانب الرجل أيضا المعادلة صحيحة، يعني يلزم أن يقال للمرأة لا تمدحي زوجك قبل مرور 7 سنوات بل 10 سنوات، ولا تذمي زوجك قبل مرور 10 سنوات. الذي ينقل عن ابن سينا مفردة من 4 مفردات: المدح والذم، الزوج والزوجة. بالفعل يريد الرجل أن يتعرف على تفاصيل طبائع زوجته. القضية ليست سهلة، ليست بسنة وسنتين و3 سنوات و5 سنوات، يلزم أن يمر بمنعطفات صعدة ونزلة في الحياة حتى يتمكن كل منهما أن يعرف من هو الطرف الآخر، حتى بالنسبة لمن يتزوج من قريبة من قريباته، يتزوج من بنت خاله، يتزوج من بنت عمه، يتزوج من بنت عمته، حتى هؤلاء هي تعيش في بيت أبيها وأمها بطريقة، تعيش في بيت زوجها بطريقة ثانية. هناك هي بنت، هنا هي زوجة. الزوج نفس الشيء. الزوجان يريدان أن يتعرف كل منهما على تفاصيل الآخر وعلى مفتاح الآخر. كل إنسان له مفتاح، هذا يحتاج على الأقل 7 سنوات، لا، على الأقل 10 سنوات. من هنا يتعجب الإنسان من بعض الشباب بعد 2 سنوات، بعد 3 سنوات يريد أن يطلق زوجته. لماذا؟ يقول حياتنا الزوجية وصلت إلى طريق مغلق. من أين علمت أن حياتكم وصلت إلى طريق مغلق؟ أنت بعد لم تعرف أصلا من هي زوجتك، أنت بعد لم تعرف ما هي طبائع زوجتك، ما هي محاسن زوجتك، ما هي مساوئ زوجتك، ما هي الحلول لمساوئ زوجتك. لو كانت هناك بالفعل مساوئ، هناك حلول. خلال 2 سنوات، خلال 3 سنوات تريد أن تكتشف هذه الأمور؟ لا يمكن، لا يمكن. القضية ليست صعبة، القضية عادة غير ممكنة إلا لإنسان عبقري جدا جدا يكشف المرأة خلال 2 3 سنوات. ممكن حالات استثنائية، استثنائية جدا، البشر العادي لا يتمكن. أصلا الرجل ليس من السهل أن يعرف ما هي المرأة، المرأة ليس من السهل أن تعرف من هو الرجل وما هو الرجل. القضية صعبة، جنس آخر مختلف، تفكير مختلف، آراء مختلفة، نفسيات مختلفة، نظام ثاني. هذا نظام، هذه نظام، نظام ثاني مختلف. بعد 10 سنوات لعلك تتمكن أن تقول حياتنا وصلت إلى طريق مغلق أم لا. الزوجات هكذا بعد مرور 2 3 سنوات تطلب الطلاق. لماذا؟ هذا الزوج لا يمكن أن أعيش معه. من أين علمتي؟ خلال هذه الفترة القصيرة اكتشفتي؟ شيء غير ممكن. شيء من الصبر، شيء من التجلد. الزوج لا يصبر على كلمة يسمعها
ويسمي نفسه رجلا، هذا رجل ما عنده تحمل كلمة؟ المرأة لا تتحمل. أصلا أبناؤنا وبناتنا يتربون تربية عجيبة في الضعف النفسي. أبسط شيء خلص كأن السماء انطبقت على الأرض. ماذا حدث؟ رأت صفة سيئة عادية في زوجها وكأنها هي ملائكة. لعله حتما، ليس لعله، حتما أكثر من 50%، لعله أكثر من 50% بكثير من الأشخاص، من الزوجين والأزواج الذين هم يعيشون حياة هنيئة مريحة في السنوات الأولى ما كانت هكذا حياتهم، بعد السنوات شيئا فشيئا أصبحت حياتهم هنيئة، لأنه كل واحد منهم تعرف على طريقة التعامل مع الآخر، صارت حياتهم هنيئة في السنة الأولى في السنة الثانية. لا خلاص، هذا الزوج لا يمكن أن أعيش معه. لماذا؟ شرب خمر والعياذ بالله، تارك صلاة؟ لا، إنسان مؤمن عادي عنده بعض الصفات السيئة، المرأة أيضا عندها بعض الصفات السيئة. طبعا بعض الأشياء لا أحبذ أن أذكرها في مجلس عام، لعله ليس من المناسب أن تذكر في مجلس عام، لكن الإنسان أحيانا يضطر. آية قرآنية، الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه الآية المباركة، أولا موقع هذه الآية المباركة موقع لطيف في القرآن الكريم. في أي سورة؟ في أي آية؟ مرة أقولها لكم لعله سوف لا تنسونها. هذه الآية في السورة الثانية، رقم الآية 222. الآية 222 من سورة البقرة، من السورة الثانية. ما هو معنى فاعتزلوا النساء في المحيض؟ يعني ماذا؟ العجيب أنه ما رأيت من كتب التفسير فسرت هذا المقطع بعدم التقرب منها جنسيا. الظاهر أن هذا التفسير غير صحيح، لأن هذا المعنى ذكر في المقطع التالي مباشرة: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا واضح في عدم الاقتراب جنسيا منها في هذه الفترة. فإذن فاعتزلوا النساء في المحيض يعني ماذا؟ يقولون هذا عطف بيان. لاحظوا إخواني، واو من حروف العطف، العطف الأصل فيه أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه، هذا كقانون عام كأصل عام، هناك استثناءات طبعا. يعني ماذا؟ يعني عندما أقول جاء زيد وجاء ابن عمرو، عندما أقول وجاء أعطف ابن عمرو على زيد، أو أعطف هذه الجملة على تلك الجملة. معنى هذه العبارة أن ابن عمرو شخص آخر ليس هو زيد، المعطوف غير المعطوف عليه. ممكن أحيانا يستخدم العاطف بعنوان بيان، يسمى عاطف بيان،
المعطوف يكون بيان للمعطوف عليه ممكن، ولكن هذا خلاف الأصل، هذا يحتاج إلى قرينة، بدون قرينة العاطف يدل على أن المعطوف شيء آخر غير المعطوف عليه. الآية ماذا تقول؟ الآية تقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لماذا نفسر هذا عاطف بيان؟ خلاف الأصل، يحتاج إلى قرينة، أين القرينة؟ المقطع الثاني عن عدم الاقتراب جنسيا، صحيح، واضح جدا واضح. المقطع الأول إذن ما هو معناه؟ المقطع الأول يقول فاعتزلوا النساء في المحيض. يا أخي ابتعد عنها يا أخي، حالة غير طبيعية عندها، لا تؤذها، واضح لا تؤذها، لا تشاكس معها، تحمل أذاها أكثر من الحالة الطبيعية. شخص في حالة غير طبيعية أذى، القرآن يصرح قل هو أذى. الله عز وجل بيّن إجمال الحالة ثم رتب على هذه الحالة أمرين، هي في حالة أذى، في حالة غير طبيعية، إذن أمران. الأمر الأول اعتزلها، تحملها أكثر من قبل. الشيء الثاني الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة الحكم الخاص بعدم الاقتراب جنسيا، اعتزلها، تحملها، تفهم وضعها، هي في حالة غير طبيعية، الله يسمي هذه الحالة أذى. إخواني الأمثلة تضرب ولا تقاس. الإنسان عندما يكون عنده ضغط عادي جدا، حالته تكون غير طبيعية، تصرفاته لا تكون كالحالة العادية. يعني ماذا؟ عفوا أمثل هذا المثال، شخص يحتاج إلى الحمام، محصور، يحتاج إلى بيت الخلاء. عندما يكون الإنسان في هكذا ضغط عادي جدا، حالة غير طبيعية، تصرفاته تكون مثل تصرفات الإنسان العادي، لا، كلامه يكون بالانضباط اللي يكون، لا. يقولون في القضايا السياسية الخطيرة يلزم أن يكون السياسي براحة كاملة، إذا يكون في هذه الحالة أحيانا يتخذ قرارات غير طبيعية، وهذه من الحروب التي تشن من قبل بعض السياسيين الخبراء على السياسيين غير الخبراء، يجعله في حال في هذه الحالة يأخذ منه ما يريد، حالة غير طبيعية. فكيف بهذه الحالة؟ كم من حالات الطلاق، كم هي النسبة؟ ليست لي إحصائية طبعا، ولكن حتما كثير من حالات الطلاق بدايتها، بداية المشكلة، أنه الزوج في هذه الفترة لا يراعي زوجته، حالة غير طبيعية، هي تقول شيء، هو أيضا لا يتحمل، خلاص شيئا فشيئا وضع الحياة يسير نحو الانحدار، ينتهي. حالة غير طبيعية أخرى بعد فترة الحمل، بعد الولادة، يعني بعد الولادة فترة هي بالضبط مثل حالة المحيض، أصلا هي حالة النفاس، فوارق بسيطة جدا. حتى بعد فترة النفاس المرأة بعد الولادة لفترة تكون نفسيتها غير طبيعية، في ضعف نفسي، تحتاج إلى رعاية أكثر، تحتاج إلى مدارات أكثر، تحتاج إلى تحمل أذى منها أكثر. في أيام الحمل عادة، لا أقول عادة، كل النساء لفترات مختلفة، بعضها أيام، بعضها أشهر، بعضها كل الفترة، تكون في حالة غير طبيعية نفسيا، في حالة الضعف، تحملها يقل عن تحملها في الأيام العادية. أساساً أصلاً نظام المرأة بشكل حالات الاضطراب فيها كثيرة، الاضطراب النفسي
تحتاج إلى رعاية مدارات. طبعا حتى نظام الرجل، ولكن نظام الرجل أقل. هناك علم، هذا العلم ليس جديدا، هذا العلم في روايات أهل البيت، بالمئات روايات تتحدث عن هذا الجانب في الإنسان، بالمئات، حتى بالنسبة إلى من جاء بعد أهل البيت من علماء الغرب، من علماء الشرق، المسلمين غير المسلمين، هذا العلم ليس جديدا، ولكن هذه التسمية تسمية جديدة، علم النفس الفسيولوجي. هذا علم يربط تأثير الحالات الجسمانية على نفس الإنسان، الحالات الجسمانية تؤثر على نفس الإنسان، وهذا شيء بديهي يبدو إجمالا، بديهي واضح. حالاتك النفسية، حالاتك الجسمانية تؤثر على نفسيتك سلبا أو إيجابا. أي شيء جسماني، لا أقول أي شيء، وإن كان في هذا في الروايات الشريفة لعله يستفاد هذا المعنى، إجمالا تأثرات الجسمية تكون مؤثرة على النفس. هذه التقلبات الجسمانية في المرأة أكثر من الرجل، تحتاج إلى رعاية أكثر. اصبر، لو كان الإيذاء منها لك في غير موقعه، لو كان أحيانا في موقعه، أصلا الرجل أحيانا يستحق الإيذاء أحيانا لا يستحق، لو كان في غير موقعه تحمل. إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى النبي وعليه الصلاة والسلام، الله عز وجل في الكافي رواية موجودة، حديث قدسي، الله عز وجل أمره أن يصبر على زوجته، وزوجته امرأة صالحة كانت، سارة، في الكافي رواية موجودة، اصبر على سارة، اصبر سارة وامرأة صالحة، عموما امرأة صالحة سارة، لا بل من النساء المميزات عموما، عموما إجمالا، اصبر عليها بهذا النص على ما ببالي. الله عز وجل خطبه بالنسبة إلى سارة، قال اصبر عليها، خلص، حتى لو سارة اصبر عليها، تحتاج إلى صبر. هناك كلمة لا أدري أعبر عنها بكلمة شيطانية أم لا، عادة هذه الكلمة شيطانية، عادة ليست من الرحمن، من الشيطان، وهذه الكلمة يقولها الرجال وتقولها النساء. الرجل يقول إذا أصبر، إذا أتحمل تتجرأ علي. المرأة تقول إذا أصبر، إذا أتحمل يتجرأ الزوج علي. هذه كلمة يتجرأ، تتجرأ، كلمة عجيبة، حتى في الأصدقاء هذه الكلمة تستخدم. لماذا قطعت علاقتك مع صديقك؟ لأنه إذا كنت أصبر كان يتجرأ علي. بين الآباء والأمهات والأبناء والبنات نفس الشيء، عجيبة هذه الكلمة. الرجال يضربون مثل، يقولون انظر إلى الأسد كيف يضرب زوجته، أنت أسد أم إنسان؟ أنت يلزم أن تعيش مثل الأسد وكل طعام الأسد أيضا، أنت بشر، تقيس نفسك بالأسد يعني ماذا؟ لأن الأسد يضرب زوجته فأنت أيضا يلزم أن تضرب زوجتك، هذا منطق؟ في الروايات الشريفة ورد أنه تعلم مثلا من الأسد كيفية التعامل مع الزوجة، ورد هذا الشيء في الروايات؟ لا. المرأة تقول إذا صبرت هو يريد مني أن أكون خادمة له. من الرجال يريد أن تكون زوجته خادمة له؟ نعم الرجل يحب أن تكون زوجته مطيعة، نعم هذا شيء طبيعي، وهذا من المستحبات أساسا، هذا من الحقوق المستحبة أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها، شيء محبوب، الرجل يحب ذلك، نعم هو لا يحب أن تكوني خادمة، إطاعة الزوجة لزوجها غير إطاعة الخادمة لمخدومها، أصلا فرق جوهري بينهما. الرجل لا يريد أن تكون زوجته مطيعة إطاعة الخادمة، يريد أن تكون مطيعة إطاعة الزوجة. إطاعة الخادمة إطاعة عمل،
إطاعة الزوجة إطاعة حب، فرق جوهري بين الإطاعتين. كلمات يصوغها الشيطان في فكر الإنسان يهيج العداوات، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذه من الأشياء التي يريدها الشيطان ويعرف. يمثل لذاك مثال، يمثل هذه مثال، يشعل نار العداوة بينهما، وكأنه عدو وكأنها عدوة. أولا تصرفك يجرئها، تصرفها يجرئه. تصرفها يجرئ الزوج عليها؟ لا. أولا من أين تقول أن تصرفك يجرئها؟ أنت في نفسها؟ أنت تعرف تفاصيل نفسها، تفاصيل روحها، تفاصيل تفكيرها؟ أنت في نفسها؟ أنت في نفسه؟ لعل هذا التصرف يحببها إليك أكثر، يحببه إليك أكثر. ثانيا تحب أن يتعامل الناس معك بهذا المنطق؟ أنت أيضا عندك أخطاء، تحب أن صديقك يقول لا إذا سكت عن صديقي، إذا ما تكلمت معه كلاما خشنا قاسيا، إذا ما عملت عملا قاسيا معه سوف يتجرأ، تحب أن تكون هكذا؟ أحب لغيرك ما تحب لنفسك. لماذا تحب، لماذا تتعامل مع الناس بما لا تحب أن يتعامل الناس معك بهذا المنطق؟ لماذا؟ لا يبقى لك صديق، لا يبقى لك أحد إذا أراد الناس أن يتعاملوا معك بهذا المنطق. ثالثا وهو الأهم، هذا المنطق خلاف سيرة رسول الله، خلاف سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مهما كان هذا المنطق عندما يكون خلاف طريقة أهل البيت غلط. رسول الله ما كان يعرف أنه إذا تعامل مع فلانة ستتجرأ، كان يعرف، هو العالم بكل شيء بإذن الله عز وجل، الله عز وجل أعطاه علم كل شيء، لا يعرف هذا الشيء؟ كان يعرف، ولكن ما صنع مثل ما أنت تصنع، ما قال هذا التصرف يجرئها، وكان واضح أنه يجرئها وبالفعل تجرأت. الصحيح كلام رسول الله أم هذا الكلام الشيطان الذي يدور في ذهني وذهن غيري؟ الصحيح كلام رسول الله، تصرف رسول الله. رسول الله مع أعدائه ما استخدم هذا المنطق، مع أعدائه، وأنا مع زوجتي، مع أخي، مع صديقي أستخدم هذا المنطق. هو قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه الكلمة ما جرأتهم؟ نعم جرأتهم، وكان يعرف أنها تجرئهم، ولكن كانوا أعدائه. مع أعدائه هكذا تعامل، أنا مع زوجتي ما أتمكن أتعامل هكذا. أصلا هذه الكلمة يلزم أن نلغيها، يعني ماذا تتجرأ؟ الشيء الصحيح أعمله، هذا الطريق صحيح أعمله خلاص. ماذا سيحدث في نفسيتها؟ لا عليك، أصلا ليس تكليفك، تكليفك تصرفاتك، ماذا تفعل؟ لا عليك أنت، أعمل الشيء الصحيح لأجل أن لا يتجرأ، لأجل أن لا تتجرأ نعمل أعمال خاطئة. أنا أعمل أن هذا التصرف الشديد خاطئ، ولكن لكي لا تتجرأ. منطق غير صحيح. لو كنا نعذر الكبار في الطلاق لا نعذر الشباب في الطلاق أبداً، لكلمة ابن سينا.
طبعا ابن سينا قال لا تمدح زوجتك قبل 7 سنوات. أنا أقول امدح زوجتك قبل 7 سنوات، لا امدح زوجتك من اليوم الأول. أصلا منطق أهل البيت ليس هذا المنطق الذي ذكره ابن سينا أو ذكر عن ابن سينا. لا علينا بابن سينا، ابن سينا ليس معصوما إن كان على الطريق الصحيح أصلا. فيه كلام. منطق أهل البيت امدح، رأيت شيئا حسنا فيها امدحها، أصلا أمامها امدحها من اليوم الأول. امدحي زوجك من اليوم الأول، رأيت شيئا حسنا امدحي، هذا تشجيع. ولكن امدح زوجتك قبل 7 سنوات وقبل 10 سنوات، ولكن اعرف أنك سوف لا تتمكن أن تكتشف تفاصيل زوجتك إلا بعد 10 سنوات، لا تتمكن. فاصبر، تريد أن تطلق، الطلاق شيء سيء للكبار والصغار، ولكن تريد أن تطلق، اتخذ هذا القرار بعد 10 سنوات من زواجك. 10 سنوات انظر، تحمل، اكتشف. بعد 10 سنوات رأيت الطريق مغلقا، قد في بعض الحالات، في بعض الحالات النادرة أقول قد تكون معذورا، ولكن في بداية الحياة لا. امدح زوجتك واصبر على أذاها. الزوجة، امدحي زوجك واصبري على أذاها. روايات، لا أريد أن أقرأ لكم الروايات الشريفة، روايات كثيرة في ثواب المرأة التي تصبر على أذى زوجها، وفي ثواب الزوج الذي يصبر على أذى زوجته. فيه ثواب وفيه مصلحتك. الحالة التي هي موجودة في مجتمعاتنا للأسف حالة غير صحية، غير صحية اجتماعيا، غير صحية جسمانيا. هذه الشدة تؤثر على صحتك قبل أن تؤثر على المجتمع. هذا التفكير يؤثر على صحتك. لا تسألوني، أسأل الأطباء. أصلا القضية واضحة يبدو، لا تحتاجون إلى سؤال من الأطباء. الإنسان الذي يتعامل مع الحياة بهذه الطريقة على الوضع الطبيعي يصاب بأمراض لعلها تكون شديدة. الحياة منعطفات، الحياة تعامل مع أشخاص مختلفين معك، كن هادئا. وصية النبي صلى الله عليه وآله قال للشخص لا تغضب. الغضب الصحيح فقط شيء واحد، غضب لله، هذا صحيح. غيره الغضب عادة غير مبرر. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا الاقتداء بهم في الدنيا، ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا. إلهنا ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، وارزقنا جوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.